خلينا نتخيل مجرد التخيل ان لو ملالا كانت بنت مصرية في ثانوية عامة في سنة التسريب، كان ممكن ايه اللي يحصل؟ اهلا بيكم، انا دينا حمدي، واحب اول حاجة اعتذر عن صوتي وشكلي لاني طالعة من دور برد وزكام وحش جدا، كان بقالي اسبوع تعبانة فبعتذر عن اللوك. يعني تاني حاجة عندي خبر مهم للناس اللي لسه ما تعرفش ان كتاب قبل النوم بقى ليه اكاونت في تويتر، ممكن تضغطوا على العلامة اللي فوق دي علشان تعملوا فولو، وهيبقى الاكاونت مختص بان احنا نعمل كوتس للكتب اللي احنا بنراجعها. يعني كل اسبوع هيبقى فيه كتاب، هيبقى فيه كوتس عن او الاقتباسات وجمل من الكتاب هنا، او هتلاقوا اللينكات بتاعت السوشيال ميديا كلها موجوده في الديسكريبشن تحت. كتاب النهارده انا مالالا زي ما قلنا المره اللي فاتت، والكتاب تصنيفه بيعتبر من نوع البايوغرافي او السيره الذاتيه، وانا قريت النسخه العربي بمنتهى الصراحة لاني ما لقيتش نسخة الأجنبية، بس كانت ظريفة ما اتضايقتش منها، الترجمة كانت كويسة. الكتاب بتحكي فيه مالالا عن قصة حياتها وعن أسرتها وعن قريتها اللي موجودة في باكستان بالتفاصيل، من بداية حتى قبل ما تتولد لغاية كل الحواديت المفروض اللي هي حصلت لها في حياتها. طيب خلينا قبل ما نتكلم عن أي حاجة في الكتاب هنقول ملخص سريع عن حياة مالالا وعن طبعا الكتاب لأي حد مثلا ما عمره ما سمع عن مالالا أو ما يعرفش عنها. مالالا يوسفزاي في قارة آسيا العظيمة اتولدت مالالا في قرية صغيرة وعادية جدا وسط باكستان اسمها أسوار. مالالا بنت عندها 19 سنة بس، لكن قدرت تخطف أنظار العالم كله. والدها المدرس كان عنده حلم انه يبني مدرسته الخاصة بيه وعلى حسابه الخاص، ومن خلالها يقدر ينشر التعليم والمبادئ اللي بيصدقها. اتربت مالالا جوه حيطان المدرسة، ويوم بعد يوم بعد يوم مالالا بتكبر، وبتكبر معاها الفكرة. لحد ما دخلت المدرسة، في بدايات 2008 كان عندها 12 سنة، وطالبان بدأت تهاجم وتدمر مدارس البنات، وتطبيقا لشريعة الإسلام من وجهة نظرهم إن البنات ما ينفعش يروحوا يتعلموا. مالالا بدأت تكتب مقالات في مدونة على الإنترنت تابعة للبي بي سي عن حياتها كطالبة بالمدرسة تحت تهديد طالبة، لكن ما قدرتش تكتبها باسمها وكتبتها تحت اسم مستعار. بعد حوالي سنة تقريبا قررت مالالا انها تعلن في مؤتمر صحفي عن شخصيتها. و
ونادت بحقها وحق زميلاتها في التعليم، ومن هنا بدأت المشاكل. طالبان هددتها وهددت عائلتها بالقتل بطرق مختلفة، والكل كان متصور ان ده مجرد كلام. مين ممكن يقتل طفلة عندها 14 سنة؟ لكن في 2012 مالالا كانت راجعة من المدرسة هي وزميلتها، وقفها واحد مسلح وقال: مين فيكم مالالا؟ وضرب القصاص على مالالا واثنين من زمايلها. نجت مالالا بأعجوبة وتعالجت في بريطانيا، وفي 2013 احتفلت مع الأمم المتحدة بعيد ميلادها 16، وأصبحت رمز للشجاعة، رغم أن طالبان لغاية النهاردة بتعتبرها رمز الكفر والفجور. في 2014 مالالا أخذت جائزة نوبل للسلام وهي عندها 17 سنة بس، وكانت أصغر واحدة تاخد جائزة نوبل. في 2015 تم إنتاج فيلم وثائقي ضخم بيحكي عن قصة حياتها. Let us pick up. Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Thank you. كنت ليا الكتاب كان مليان تفاصيل وعايشني في حياة مالالا بالظبط زي ما كنت أنا كنت قاعدة معاها في كل لحظة هي بتحكيها، وده بيبقى ليه مميزات وعيوب. يعني هو مليان تفاصيل فهو حلو لأنه خلاني أعيش جواه، بس هو في نفس الوقت عيبه أنه كان طويل جدا. الكتاب دسم ومليان معلومات، خصوصا معلومات تاريخية عن باكستان. تقييم الكتاب هيكون 3 نجوم، يمكن بس علشان السيرة الذاتية مش نوعي المفضل يعني، لكن الكتاب كان حلو. وعلى الجزء بتاع تخيل مالالا انه بنت مصرية، فيمكن انا بس كنت حابة افكر نفسي بالفرق بس ما بين مكانة التعليم وان قد ايه مالالا كانت عايزة تموت نفسها، في حين ان احنا هنا يعني عادي، يعني الموضوع مش فارق معانا خالص. يعني لو عجبتكم الحلقة ياريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وممكن تضغطوا على لينكات السوشيال ميديا اللي تحت لو عايزين تشاركوني او تسألوني على اي حاجة موجودة، سواء في الكومنتات تحت على اليوتيوب او في اي سوشيال ميديا من الموجودين قدامكم، وكمان في الديسكريبشن لو بتتفرجوا وكمان في الديسكريبشن لو بتتفرجوا من الموبايل هتلاقوا كل اللينكات تحت. انا مستنياكم ومستنيه اقتراحاتكم، واشوفكم المرة الجاية. تصبحوا على خير.